دلوقتي احنا بنشيل دعامة انف لعملية شخير وعملية حاجز انفي بصفة متخصصة. شلنا الدعامة الاولانية وشلنا الدعامة التانية. خد نفسك كده وقول لي احساسك ايه. الحمد لله. طبعا نفسك اخبارك ايه يا استاذ محمود؟ خد نفس طمني. انا عايز طبعا اقوم ابوس دماغك حبيبي ربنا يخليك. انا والله يعني انا راجل مرشد سياحي بقى لي 15 سنه بعاني الم شديد جدا وصداع نفسك وعدم تركيز. نفسك يا دكتور انا في حلم. انا فعلا في حلم والله. الموضوع انا بالنسبه لي دلوقتي انا عايز اعيط. مش قادر اتكلم طبعا من الفرحة اللي أنا فيها. أنا من ساعة ما عملت العملية وحاسس بالفرق طبعا. بس دلوقتي الموضوع فرق معايا جدا. هو ده على إحساسك دلوقتي. إحساسي أنا دلوقتي اتغير. أنا حاسس إن أنا في السماء اتغير بجناحات. اللي أنا كنت فيه كان شيء مظلم جدا فوق ما أتخيله. أنا لو رجع بيا الزمن تاني هعمل العملية دي تاني. لو لا قدر الله حصل أي حاجة عندي تاني هعمل العملية بكرة الصبح تاني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا فرحان بيك جدا. وانا مبسوط منك جدا وربنا يجزيك خير. الحمد لله على السلامه يا رب. الحمد لله على السلامه.